الله وبركاته، مع الكوتش أحمد بلاغ. هذه نصائح بالنسبة للناس اللي بغاو ينقصوا الوزن. أغلبية ديالنا كيسعى على أنه يكسب جسم متناسق ولائق، وقلنا بأن اللي كتعطيك الصحة واللياقة والجسم متناسق هو التغذية والنوم والتمارين الرياضية. لكن مجموعة ديال الناس كيمشيو لأنظمة الغذائية معينة وتيتبعوا واحد الريجيم معين بدون استشارة طبية، بدون فحوصات طبية، وهذا كيأثر سلبا على الأجهزة الداخلية والأجهزة الحيوية للجسم. فبدون استشارة طبية، بدون فحوصات طبية، فعملية اتباع مجموعة من الأنظمة الغذائية واستعمال المكملات الغذائية التجارية كتأثر سلبا على الجسم ديال الإنسان. ممكن أنك تتبع نظام غذائي معين وغتوصل على أن الوزن ديالك غادي ينقص ومحيط ديال الخصر غادي ينقص، لكن غادي تكون تأثرتي سلبا على الأعضاء الداخلية والأجهزة الحيوية في الجسم، لأنك أنت كتحرمهم من يعني المكونات الغذائية والمواد والأملاح المعدنية اللي خاصة توصل للجسم تاعك. لازم يكون تحت إشراف مختص، وخاصة الاستشارة الطبية، وأيضا متخصصين في التغذية، وأيضا متخصصين في المجال الرياضي. فلازم أنك تحصل على الاستشارة قبل ما تمشي دير أي نظام غذائي. تحية لكم.